ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظيم الساحة مبين الآن، يعني 3/4 ساحة بس، يعني الثلث الأخير ما فيه، محدد بعلامات. فعدنا هدف وعدنا هدفين، هنا فريق الأسود يهاجم الهدفين ويدافع عن الهدف، والفريق الأصفر بالعكس يدافع عن الهدفين ويهاجم الهدف المفرد. هاي بداية التمرين. إذا المدرب أعطى الإيعاز أسود، معنى حارس المرمى الأسود يبني مع فريقه عشان فريقه يستلم، والفريق الأصفر يضغط، وتحت الضغط الفريق المهاجم يحاول الوصول لأي من الأهداف والتسجيل فيها. بس إذا المدرب البيك بوس أعطى الإيعاز، شوف أكون مدرب رقم واحد عنده كرات، إذا أنت كوتش فالكوتش يحاول يلعب أما لأحد الحراس 21 أو 22 أو لأي من لاعبين الأصفر، فيبدي ضغط الفريق الأسود على الأصفر ويبدي اللعب الاعتيادي. الأصفر يحاول يسجل بالهدف المفرد اللي محدد المنطقة على شكل قمع، بينما الفريق الأسود يدافع كل المكان، ما في غير ذني الشرطين. يعني أني أعطي الإعاز واحد، معناه أنه رقم واحد من الحارس المرمى، أعطي الإعاز كوتش معناه هذا. فإذا واحد يلعب ويا فريق تحت الضغط الكامل من قبل الأصفر، وإذا قلت الكوتش يطل واحد من الأصفر أو لأي من الحراس يبدون يلعبون تحت الضغط الكامل للفريق الأسود. هذا يطور عند اللاعبين ما يعرف به اللعب بهالعدد هذا. يعني احنا عندنا نلعب الآن إلا بن يطور ما يعرف باللعب تحت الضغط الكامل. ما في كل لاعب تقريبا مع لاعب، فالمناطق الفراغات محددة الآن. لكن انتبه على ايش اريد، لما المدرب يعطي الأمر واحد يكون شكل الفريق الأسود متحرك للاستلام من الحارس بأي مكان، حتى لو للخلف يرجع، يعني حر ما يبقى واقف على خط المنتصف. لكن إذا أنت كوتش، إذا يريد ينطي كوتش يعني للأصفر، يجب أن يكون شكل الفريق الأسود هكذا وهو في حالة ضغط كامل. شوف الآن ضغط كامل من قبل الأسود على الأصفر. إذا كوتش راح يعطي، لكن اللاعبين ظهورهم كلهم الأصفر على الأسود، وجوههم على حراس مرماهم، لكن زيادة عددية كبيرة بالنسبة للفريق الأصفر بسبب وجود حارسي مرمى. لذلك وضعناهم تحت الضغط الكبير وعطيناهم أدفانتج أنه هم يدافعون عن هدفين صحيحين يعني كبيرين، وهذا شغل عالي عليهم، صعب عليهم. لكن من يستلمون هم بالحقيقة، يعني تشوفهم هم راح يكونون 12-10، فيقدرون يبنون ويهاجمون الفريق الأسود. أذكر إذا قلت أنا واحد يعني أو لون أسود، فالثلاثة وأربعة وخمسة واثنين الأسود ولاعبي الوسط ولاعبي المهاجمين يحق لهم الآن الحركة، يحق لهم الحركة للتخلص من الرقابة، يعني يتحركون. ثلاثة يرجع تقريبا يمل قريب على العمود، الوسط الأربعة يروح بغير مكان، ويجي الستة والهاي والتسعة، لأن أريد أنطي إمكانية للحارس أنه مشرط إلا يبني مع فريق الأسود، وإنما بإمكانه إذا شاف غلط أو خطأ دفاعي أنه احتمال يلعب إلى رقم 9 مباشرة ويبدل اللعب العادي. هذين الشرطين مهمين، ولأن هذين الشرطين مهمين يفترض أن هذا يعمل شوط واحد لا يزيد عن 20 دقيقة تدريب فعلي، ثم يبدلون الواجبات. بالعكس يصير
الأسود يدافع عن الهدفين الكبيرة ويهاجم الهدف المفرد والأسود بالعكس، يبدلون الشوطين، فيصير دائما عندنا الشوط الأول الأصفر يدافع عن الهدفين يهاجم الهدف المفرد، الشوط الثاني الأسود يدافع عن الهدفين يهاجم الهدف المفرد بعدين تغيير ملابس حراس المرمى. بس ما عندنا لا أكثر من هذا، يعني التمرين بسيط لكن بي كوتشنج كثير. فدائما أني وأنتم نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.